مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا برضو في مكان قريب، مصر كلها قريبه وقريبه كمان من القلب. احنا في الغردقه وقررنا ان احنا نعمل حلقه مختلفه. الغردقه الحقيقه انها مش محتاجه دعايه لنفسها، بره الغردقه وبالذات في البلاد الاوروبيه بيحبوها جدا جدا ومعتبرينها انها ديستنيشن منفصل منعزل، عارفين انها بعيده عن اي مشاكل موجوده. ويمكن عشان كده الاحصائيات اللي قالت او الارقام قالت ان الغردقه يمكن من اقل المدن اتأثرت بحكاية الأحداث اللي بتحصل في الشرق الأوسط، لأن زي ما قلنا دايما بيتروج للغردقة على إنها يعني يونيك ديستنيشن، إنها وجهة بعيدة تماما عن أي حاجة خالص، دايما بيتروج لها بشكل مختلف ومنعزل ومنفصل كده. النهارده هنشوف حلقة مهمة كمان هنتكلم فيها عن الهوية المصرية من خلال أكلاتنا الحلوة، هنشوف كمان عدد من الأجانب، هنشوف إزاي الاهتمام في الأوتيلات بحكاية الهايجين والنظافة والأكل، ان بقى دلوقتي في حاجه اسمها دكتور بيتري او دكتور طبعا بيعالج اي مشاكل ممكن تكون بتحصل، ويمكن دي حاجه من الحاجات المستجده علينا. تعالوا نشوف حلقه مهمه جدا من الغردقه. المطبخ عالم كبير جدا في اي اوتيل، وفي ناس بتبقى مهتميه قوي انها تشوف الاكلات اللي بتتقدم ونظافه الاكلات والشغل اللي بيتعمل في الاكل، وبيبقوا عارفين او عايزين يعرفوا الاكل بيروح فين بعد كده، لان طبعا فكره انه نرمي كميه الاكل الكبيره وان يبقى في اهدار الاكل، في بعض السياح او السائحين بيبقوا متضايقين قوي من الفكره دي، فبيسالوا وبيتابعوا وبيدوروا. احنا كمان خلينا النهارده هنشوف الفود اند بافريج او مسؤول الاغذيه والمشروبات وازاي يكون بيتعامل في النقطه دي، وازاي بيعرف الناس، ازاي بيجددوا، لان كل شويه لازم يبقى فيه تجديد. العماله تبقى مدربه بشكل جيد انها تتعامل مع الجاست ازاي، لان في شويه اخطاء صغيره كده ممكن تضايق الجاست جدا جدا ويبقى مش عايز يجي تاني الاوتيل ده، ممكن يغير الاوتيل علشان في اخطاء احنا مش متعرفين عليها. لكن ازاي يبقى العماله مدربه كويس جدا في المطبخ وفي كويترز او الناس اللي بتتعامل مع الجست بشكل مباشر. كمان المطبخ مهم قوي نعرف الاكلات اللي بتبقى بتتعرض كل يوم وازاي لازم يبقى فيه تجديد، وازاي ممكن يخلوا الجست يشارك في بعض الامور. تعالوا نشوف كده الفود اند بافريج مانجر وكمان نشوف الهيد شيف بتاع الاوتيل. محمد سلمان الدايركتور فود اند بافريج في الفندق. انا شغال في المجال بقالي 24 سنه ودي اخر مكان انا شغال فيه حاليا. الفروق بين الديستنيشن وبعضه بتختلف طبعا على حاجتين اتنين، نوعيه الجست اللي موجود، دي نمره واحد، نوعيه الموظفين اللي موجودين، الانفرا كونستراكشن بتاعه المكان او الاماكن عموما، لان الديزاينز بيختلف من مكان لمكان وكل مكان بيبقى له الطابع بتاعه والخبره بتاعته. والحمد لله لحد دلوقتي انا حاسس ان المكان هنا خبره كويسه جدا ليا تضاف للخبره اللي موجوده مع الواحد، لان الواحد شاف هنا برضك حاجات كتير جديده عليه، بلس ان المكان هنا او الديستنيشن هنا والتعامل مع الناس اللي موجوده هنا بالنسبه لي كان خبره جديده وانا مبسوط بيها وسعيد بيها جدا. الميزه اللي في الغردقه هنا ان المكان بتاعها هادي، الحمد لله، يعني اللي انا شايفه على مدار الاربع او الخمس شهور اللي عدوا ان المكان هنا ستيبل لحد كبير، الاشغالات معقوله، في ضمان
مستقره ونسبه الاشغالات عاليه على مدار الخمس ست اشهر اللي عدوا. هنا الاوكيوبنسي ما قلش معظم الوقت عن 80%، وده شيء كويس جدا. زائد ان هنا في ميكس كبير جدا من الناشوناليتي على مستوى العالم موجوده، يعني احنا هنا عندنا في الفندق في اكتر من ناشوناليتي، في بريتش، في جيرمان، في سويس، في عرب، في مصريين، في بلغار، في مجر، يعني شايف في فرايتي كتير جدا من الناشوناليتي اللي موجوده على مستوى العالم، وده حاجه من مميزات المكان اللي انا شفتها هنا. السوق العربي بيجي طبعا بس بيبقى مرتبط بالفترات اللي فيها عطلات واجازات رسميه بالنسبه لهم برضك في الدول بتاعتهم، وبيبقى في اشغال موجود الحمد لله. كل المتطلبات لكل الناشوناليتي مش العرب بس، احنا عموما كلنا موجودين علشان ان احنا نقدر نساعد الجست في ان هو يقضي وقت سعيد وممتع معانا، ونسيب له خبره كويسه تبقى من الذكريات الجميله اللي هو يحتفظ بها بقيه حياته، ونحاول نربطه من المكان علشان نقدر نعمل سمعه واسم للمكان، لان احنا دايما اتعلمنا في المجال ده ان جست واحد بيمشي من عندنا مرضي ده بيعني ان في 10 جست تانيين احنا ما شفناهمش، واحنا ما حتى ما عملناش سيلز او تسويق او تعبنا في اي حاجه، احنا ضمننا ان هم هيجوا من خلال النزيل اللي ماشي مرضي. فاحنا دايما طول الاجازه مع كل النزل اللي موجودين بنبذل قصارى وسعنا ان احنا نلبي كل طلباتهم، وكل اللي هم بيحتاجوه بنقدر نوفره لهم الحمد لله. هو هنا الميزه اللي عندنا في جمهوريه مصر العربيه كلها عموما، وده اللي محبب ناس كتير، احنا دوله الجو بتاعها والمناخ بتاعها هايل، ده بيساعد ان احنا عندنا في المحاصيل بتاعتنا كلها متاحه وبكل الاصناف وبكل الاشكال وفريش وطازه، سواء خضروات سواء فواكه، وده مدينا احنا يعني دعم وسبورت في ان احنا نقدر نرد الاذواق كلها ونقدم لهم منتج طازه له كواليتي عالي له تيست عالي، وده اللي بيساعدنا كتير في الشغلانه بتاعتنا، لان احنا واحنا شغالين كل المتطلبات اللي احنا بنحتاجها بنلاقيها متوفره، وديت ميزه بتميزنا عن دول تانية كتير. حتى النزل اللي موجودين دايما بيشكروا في الموضوع ده، ان احنا دايما بتحديدا الخضروات والفاكهه الفرايتي بتاعها كتير متوفره فريش في طازه. بلس الجزئيه ديت احنا الحمد لله بردك السوق المصري او الكارير بتاعنا في صنعه، والناس اللي موجوده بالذات في جزئيه المطبخ ناس مهره وشاطرين وعندهم خبره لا باس بها، وبيقدروا ان هو من خلال صنعتهم ان هم يطلعوا منتج الكواليتي بتاعه التيست بتاعه البرزنتيشن بتاعه يعني هايل لابعد الحدود، وده بيلاقي استحسان النزلاء كلهم. زائد ان احنا عندنا دايما البوفيهات او دايما الخدمه اللي بنقدمها في فود او في بافرش حتى في المطاعم المتخصصه، دايما الاكل بيبقى منقسم لمين ديش وسايد ديش. فالمين ديش هو البروتين، سواء لحوم حمراء سواء لحوم بيضاء سواء اسماك، فهي كده كده موجوده. اللي بيعمل الفرق صنعه الشيف، الكواليتي اللي بتطلع به، التيست بتاعها عامل ازاي، البرزنتيشن بتاعها عامل ازاي. بلس السايد ديش سواء بندخل فيه خضروات، بندخل فيه الرز، بندخل فيه بطاطس او فرنش فرايز، الحاجات دي كلها برضك متوفره عندنا وفرايتي كتير وطازه وفريش زي ما قلت لحضرتك، فده بيدي الفرايتي المطلوب بالكواليتي المطلوب للنزلة اللي دايما بيلاقي استحسان وقبول عند النزلة. داخل الفندق او في الحيز بتاع الفندق، اولا يعني مثلا موضوع الكاميرا اللي موجود او الكاميرا سيستم اللي موجود، الكاميرات مغطيه كل جزء في الاوتيل، بلس ان الموظفين او الاداره اللي موجوده في تعاملهم مع الجست، والجست يعني مثلا ادي لحضرتك كمثال، الجست بيجي اللي معاه اطفال صغيرين بيتحركوا بكل اريحيه في قلب المكان او في المنتج، ما بيحسوش باي قلق، ما بيحسوش باي خوف من ناحيه اي حاجه، لان المكان متامن كويس جدا. ده من ناحيه الاداره وتعاملهم مع الناس بيوصلوا لهم الاحساس ده. الجست نفسه حاسه الجست في حاله حتى ان هو فقد اي شيء، نسي اي شيء في اي مكان، الحاجه ديت بيبقى لها بروسيجرز او لها قواعد، الحاجه بتتاخد بتتسلم للوست اند فاوند في الهاوس كيبن، النزيل بمجرد ان هو بيسال عن الحاجه بتاعته بيلاقي الحاجه بتاعته موجوده، بيستلم الحاجه بتاعته، ده برضك بيديله انطباعات ان هو عايش في مكان امن وفي سكيورتي عالي او موجود بالنسبه له، ما بقاش حاسس بقلق. زائد ان الجست لما بيخرج من واقع التعامل مع الجست والخبره بتاعت الجست لما بيرجع يتكلم معانا، لما بيخرج بره وبيتعامل مع الناس بره وبيتمشى، الموضوع الجست حاسس فعلا بالامان وبيتحرك باريحيه، ما فيش عنده مشكله في اي شيء، بيطلع يتجول بعد وجبه عشاء بالليل بالنهار في اي وقت، المواصلات متاحه، التاكسيات متاحه، شاتل باص متاح، كل شيء متاح، بيقدر ينزل البلد يتحرك، بيقدر يتحرك بره الممشى السياحي اللي موجود، بياخد راحته بياخد حريته بدون اي مضايقات بدون اي شيء كان ممكن يحصل. فجست كل الانطباعات اللي موجوده عنده الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي نزيل من النزل اللي موجودين اشتكى من الجزئيه ديت، سواء جوه الاوتيل او بره الاوتيل، الجست حاسس بالامان التام وسعيد ومبسوط في وسط الناس اللي موجوده. الممشى يعني هو يعتبر في المنطقه الاماميه لكل الفنادق اللي موجوده، طبعا الجست عشان كان ينزل يلاقي مكان
في تجمع لمحلات، سواء مثلا عايز ينزل يعمل شوبينج قبل ما يرجع للبلد، ياخد حاجه تذكار من البلد، سوفونير، عايز يغير الاتموسفير بتاع الفندق بجو بره، عايز يشوف المكان، عايز يشوف البلد، عايز يشوف التراديشنال، عايز يشوف طبيعه الناس، عايز يتعامل مع ناس من بره بعيد عن الفنادق وبعيد عن الموظفين اللي موجودين، على اساس ان هو يقدر يشوف الكالتشر بتاع البلد اللي هو موجود فيه ايه، يشوف ثقافه الناس اللي موجوده ايه. طبعا كان هو بيركب او بيتنقل من المكان اللي احنا فيه علشان ينزل للغردقه، انما الممشى السياحي بمجرد ان هو هيتفتح وهيبقى موجود بالمحلات بالفرايتي اللي موجود، حضرتك لو بره احنا امبارح في الافتتاح لما شفنا لقينا في كل المحلات موجوده بتقدم كل الخدمات، النزيل لو هو طلع يتحرك منها تعتبر جوله سياحيه بالنسبه له، تغيير جو بالنسبه له، هو بيتمشى على رجليه مش محتاج ان هو يركب مواصلات، في جو كويس، الدنيا حواليه نظيفه مترتبه، الشكل العام او الجو العام يعتبر هايل، مفيش اي اشكاليه بالنسبه للنزيل ان هو يتمشى فيه ويتحرك فيه. فده طبعا هيفرق كتير مع النزيل، بحيث ان هو بدل ما كان بيضطر ان هو يركب مواصلات او ياخد تاكسي او يمشي مثلا 10 دقائق يركب تاكسي 20 دقيقه، لا كل حاجه عادت متاحه ومتوفره وقريبه منه، ممكن في خلال دقائق يعمل الطور بتاعه او الجوله بتاعته ويرجع لمكانه تاني مش محتاج ان هو يركب مواصلات. هبدأ معاكم، احنا في مطعم من المطاعم المتخصصة في الفندق، الفندق عندنا هنا ده جزء من المفهوم الشامل اللي هو بيقدمه للنزلاء اللي موجودين، احنا بنقدم خدمة الاول انكلوزيف اللي هي شاملة الثلاث وجبات فطار غدا عشاء بلس بعض الفاسيلتيز التانية ممكن نبقى نشرحها لحضراتكم بعد كده بالتفصيل، وفي جزء من المفهوم الاول انكلوزيف اللي الجست بيلاقيه عندنا هنا في الاوتيل اللي هو المطاعم المتخصصة، واحنا دلوقتي في مطعم من المطاعم المتخصصة اللي موجودة في الفندق اللي هو الوزوزو ريستورانت، وده مطعم اسيوي او الكونسبت بتاعه بيدي مأكولات جنوب شرق اسيا، زي ما انتم حضراتكم شايفين الاتموسفير العام بتاع المطعم حاجه كويسه جدا الجست بينبسط بيها، زي ما حضراتكم شايفين هنا ده اللايف ستيشن الشيف واقف بيجهز المنيو اللي بيتقدم للجست على الترابيزه، المطعم حضراتكم هنا مقسوم ده لايف ستيشن بيقدم المأكولات الاسيويه، في الجزء ده حضرتك ده بنسميه جزء التبنياكي، وده بيبقى عباره عن لايف ستيشن النزلة بتقعد بتاخد الاكل بتاعها لايف قدام الشيف على الجريلا، وبيبقى فيه شو فاير الشيف بيشغله للجست برضك، ممكن تعمل يا شيفنا تورينا كده، ممكن حضرتك بس نشوف كده ده از ترايل كده يعجب حضرتك، لان النزلة بيبقوا قاعدين قدامه هنا بياخدوا الاكل بتاعهم كلاته الامينيت لايف والشيف بيعمل قدامهم شو، والجست بيبقى مبسوط بالموضوع ده جدا، ومن الحاجات اللي هي برضك دول جنوب شرق اسيا بتتميز بيها، بس زي ما قلت لحضراتكم الشيفات عندنا هنا في مصر شاطرين ومهره، وبناء عليه هم برضك بيطلعوا حاجات كتير كويسه، والجست بيبقى مبسوط جدا لما بيلاقي الحاجه دي موجوده. وهو الشيف دلوقتي اسمه الاسم الشيف علاء اهوت موجود معانا هيوري لحضراتكم ده جزء ترايل صغير من اللي ممكن الجست يشوفه وهو قاعد قدامه علشان ياخد الوجبه بتاعته. اتفضل يا شيف علي.
زي ما حضراتكم شايفين ده سيت اب المطعم. انت حضرتك حتى كنت سالت ان احنا بنقدر نعمل موازنه ازاي للجست، ان احنا هنرضي كل الاذواق وخاصه في موضوع الاكل والشرب، فده جزء من المفهوم الشامل بتاع الاول انكلوزيف اللي الفندق هنا بيقدمه، ان احنا الجست هنا له وان تايم فور فري في المطعم ده يقدر يحجزها طول الاستي بتاعه في اي وقت، زائد ان احنا عندنا مطاعم ثانيه متخصصه، وده برضك بيدي معانا مساحه اوسع للجست ان احنا نقدر نعمل له فرايتي ونقدر نعمل له تشكيله تسيب معاه انطباع كويس عن الاكل في الفندق من خلال المطاعم المتخصصه ومن خلال المطعم الرئيسي. لو حضراتكم جيتوا معايا هنا في الجزئيه ديت، في هنا حضراتكم برضك ده الكونتر ده والمكان ده السوشي بار، وده جزء برضك من المطعم بنقدم فيه السوشي مع البفرج اللي الجست بيحبه او بيختاره، وده بالنسبه للمطعم الاسيوي اللي احنا موجودين فيه. هفرج حضراتكم دلوقتي على جزء تاني من الكونسبت اللي موجود عندنا اللي هو المطعم الشرقي او المطعم الاورينتال. معانا الفنان عرفات بيقدم برفورمانس الفايلون، زي ما حضراتكم شايفين مكان مفتوح، الجست قاعد مستمتع بالوجبه بتاعته وبيعزف مزيكا ديورنج وجبه العشاء للنزلاء كلهم في كل المطاعم، المطاعم كلها حواليه، مكان مفتوح، اتموسفير، الفيو، جو ممتع ورائع، الناس بتتبسط وهي قاعده بتتعشى وبتسمع المزيكا لايف وهم موجودين. وده جزء من برضك اللي بيتقدم للنزلاء اللي موجودين عندنا في الاوتيل. بنكمل التور بتاعنا، ده المطعم الثاني المتخصص اللي موجود في الاوتيل، ده مطعم الاسنو، المطعم متخصص بردك واخد الطابع اللبناني والطابع الشرقي المصري، وده بردك زي ما قلت لحضراتكم في المطعم الثاني اللي هو الاسيوي، ده بردك فور فري للجست وان تايم برستي، من ممكن من حق الجست ان هو يحجز المطعم في اي وقت ديورنج الاستي بتاعه. المطعم هنا خدمه الاكارت، معظم المأكولات بتاعته زي ما قلت لحضراتكم واخد الطابع الشرقي او الطابع المصري، يعني ممكن نفرج حضراتكم هنا عندنا في سلطة بار، ده عبارة عن سلطات بتشكيلة هاي. وفي حضرتك هنا ممكن تشرفينا في بردك هنا الديزرت او الحلو، ده بردك ممكن ايه بينزل للجست مع الوجبة بتاعته از ديزرت بلس المين ديش بتاع النزيل، بيبقى الاكارت على الترابيزه ازبير التشويس من الجست لما بيختار وبينزل على الترابيزه. بندعو كل الضيوف وخاصه العرب ان هم، انا عارف ان العرب بيطلعوا رحلات كتير واجازات كتير وفي اتجاهات مكان مثلا زي جنوب شرق اسيا، اماكن زي تركيا اوروبا، بس احنا هنا فعلا مصر البلد جميله، الجو جميل، حاجه هتعجب الناس كلها، نتمنى ان احنا نشوف الاخوه العرب بارقام اكبر من كده وييجوا يشوفوا جمال مصر ويشوفوا الطبيعه والجو العنصر البشري اللي موجود، لان احنا دايما سواء للاخوه العرب او حتى
حتى لكل دول العالم. احنا بنعتبر نفسنا في مجال السياحة ان انا مش شغال موظف، ان انا كموظف بأدي خدمة. احنا عبارة عن سفراء لبلدنا، احنا بنمثل جمهورية مصر العربية، كل واحد في مكانه، سواء هو كبير في التايتل الوظيفة او في البوزيشن بتاعه، سواء هو صغير، هو الشخص ده ما هو الا عبارة عن نافذة او وجهة بيعبر عن جمهورية مصر العربية في سلوكيات الناس اللي موجودة فيها، في ثقافتهم، في حضارتهم، في كل شيء. فنتمنى ان احنا دايما نكون في احسن وضع وفي احسن صوره، واحنا دايما بنجتهد ان احنا دايما نوصل لكل الضيوف اللي بينوروا جمهوريه مصر العربيه ان هو ده الشعب المصري ودي الناس اللي بتعبر عن جمهوريه مصر العربيه. مساء الخير يا فندم، انا اسمي شيف نصر الوكيل، انا الشيف العمومي بتاع المكان، وانا كنت قبل كده بقالي 8 سنين شيف. بدايتي كانت في قسم السوق، انا بقالي 28 سنه في نفس المجال ده. حبيت المجال ده من وانا سني صغير جدا، وابتديت اذاكر واتعلم وادرس واعمل تريننج في قسم السلطات اللي هو الجردمنجيه والحلواني والجزار، والحمد لله ربنا اكرمني واشتغلت كده، والحمد لله دايما في الموضوع. انا عندي هنا بالظبط بتاع تسع جنسيات بحاول اعمل لهم السيمينارات. انا مقسم السيمينارات على 14 يوم، عامل مثلا يوم سي فود واورينتال ويوم عربي ويوم مكسيكي وباربيكيو، فمقسم السيمينارات لجميع الجنسيات. بلس اللي انا بعمل كورنر للجلوتين فري، وبعمل كورنر للفيجن، وبعمل كورنر برضه للفيجيتاريان فود، وعندي دايما بعمل الفات بتاعتي كيدز كورنر. بلس ان انا عندي هنا في الفندق 6 مطاعم، هندي واسيوي ولبناني وايطالي، فده الاكارت. وعندي بوفيه، اتنين بوفيه اوبن بوفيه. انا دايما بشتغل على الكواليتي مش الكوانتيتي، يعني بشتغل على الكواليتي مش الكوانتيتي. يعني انا مثلا بقدم 11 ايتم او 12 ايتم، ال 12 ايتم بيكونوا ريتش. بحاول ارضي جميع النزلاء اللي عندي، بحس ان ما فيش جيست يمشي من عندي ان هو زعلان او متضايق من حاجه. انا بعمل تريننج للصف، ودايما بعلمهم ان هم دايما الجيست ضيف عندي في البيت، فما ينفعش اقدم للضيف اللي عندي في البيت حاجه سيئه. فدايما تلاقي الضيف ما يمشي من عندي بيبعت لي ريفيو كويس، وده اللي الحمد لله والشكر له هو اللي بيفضلنا عن غيرنا. يعني ايه الهايجين؟ انا عندي هايجين كنترول دكتوره هنا مقيمه معايا على مدار اليوم مدار الشهر، وعندي كمان شركه اسمها تيو في، دي شركه المانيه بتعمل اوديت كل شهر. بلس انا عندي وزاره الصحه دايما بتيجي عندي في يعني شهر او شهر دايما بتعمل اوديت مفاجئ. احنا السكور بتاعنا الحمد لله جميل جدا في تيو في، واحنا حصلنا على شهاده قبل كده الشهر اللي فات، واحنا الحمد لله السكور بتاعنا الحمد لله يعني كويس. بلس ان انا عندي تابلت لغسيل الخضروات والفاكهه، بنتعامل مع الموضوع ده بحساسيه كام، بحس ان احنا يعني تمثيل، يعني بعبر لزمايلي او الصف بتاعي ان احنا كدكاتره وشغالين ان احنا بنعمل عمليات، فلازم نكون حريصين على الموضوع ده. احنا كل يوم فيه ميتنج للصف معايا لرؤساء الاقسام، وكل رئيس قسم بيدي له 20 موظف انه يعمل لهم تريننج على مدار الاسبوع، بتوفير مثلا توفير الكوست والنظافه الشخصيه، وهاو كام تو واش ذا فيجيتابلز، هاو كام تو واش ذا فروتس. يعني احنا بنعمل تريننج يوميا للصف. النهارده السيمينار بتاعنا سي فود يوم الايام. يعني عندي مثلا زي ما حضرتك شايفه دي سمك بياض، وعندي لوت بيبقى فريش. تمام، ده بيبقى سمك بنيه. ده سي فود رايس. ده بنعمل لايف كوكينج اللي هو سمك بانيه فريش اوردر جست. ده خضار توري برضو عشان لو ناس عندها فيجيتيريان بتاكل ما فيهوش اي حاجه من الحاجات. التشيكن روستو.
لازانيا سي فود. النهارده عشان اليوم سي فود فبنعمل اللازانيا، لازانيا سي فود. اللازانيا ممكن نعملها 30 حاجه، لازانيا خضار ولازانيا سي فود ولازانيا فراخ ولازانيا لحمه، فبيبقى حشو سي فود بالمكونات بتاعه طماطم وكرفس وكرات وبصل وحاجات السي فود كلها، خضار سوتيه. بطاطس جريتان، ده ايجيبشن فود بيبقى عندي يومين، يوم كل جمعه قاسمها يومين، يوم مصري اللي هو الاكل بتاعنا احنا كمصريين محشي وملوخيه والحاجات دي يعني، ويوم تاني اللي هو عربي اللي هو لمن اكل السعوديه والكويت واللي هو رز كبسه وفراخ محشيه وبط محشي والحاجات دي. يعني الجمعه قاسمها يومين، يعني عامل السيم نايت يومين، الاورينتال بيبقى اورينتال دايز وعربي دايز، والايطالي برضه بيبقى يومين، اليوم ايطالي كذا ويوم ايطالي كذا، يعني الايتم ما تبقاش مختلفه، يعني بختار 11 ايتم في الايطالي كذا و11 ايطالي في الايطالي كذا. مثلا عندي اربع جنسيات، بعمل ركن مصري، بعمل ركن روسي، بعمل شوربه ايطالي، فلازم اي جنسيه عندي هنا بتاخد الحاجه اللي عايزاها. ده بيف جلاش، ده بيف جلاش، وده رز ابيض علشان انا عندي رز سي فود، اللي مش عايز رز سي فود ياكل رز ابيض. دي شوربة خضار عشان دي الكونديمنت بتاع الشوربة لو حد عايز شوربة. دي شوربة خضار. والتانية بقى شوربة سي فود. ده قسم السلطات، تلاجة السلطات. دي فريش سلطة. اسم المركبات اللي هو السلطات المركبه اللي هي المرينيتك اللي بتتبلها، هيبقى فيها سلطه بلدي، طحينه كابريزي، طحينه كده. دايما الركن ده بيبقى حاجات اند باستا، اند باستا اللي هي بتبقى جريل بالاعشاب، بتنجان جريل بالاعشاب، بطاطس بالاعشاب، بطاطا بالاعشاب، تفاح بالتغيير. الجماعه الطلاينه والالمان بيحبوا الركن ده، بيبقى خفيف وجميل وما فيهوش صوصات كتيره، في ناس بتحب السلطات اللي هي مش ما فيهاش صوصات، ما تبقاش جوس يعني. فدايما جميل يعني، في فنادق كتير بتعملها، بس كل شيف طبعا بيعمله بالطريقه اللي هي ده قسم المخللات، الثمان انواع ولا 10 انواع مخللات احنا فيها، بنعملهم ميد وفي عندنا بيجي اللي هو جاهز. ده كريسبي بريد، ده قسم المخبوزات عندي دايما بيبقى حاجات فريش كله بنعملهم ميد. احنا عندي بلس ان فيه جريل بره، فيها ميكس سي فود، عندي اربع انواع سمك بره، كاليماري وكابوريا وسمك بول وسمك بلطي، بيبقى على الشوايه على المشويه تحت. بلس ان عندي ايجيبشن، عندي فرن بلدي بتعمل فيه ست بتخبز عيش فريش. احنا النهارده الحمد لله الاوكوبنسي بتاعنا 86%، في ظل الظروف الصعبه دي احنا عندنا 86%، احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونتمنى الشهر الجاي زي كده يبقى في 100%. احنا دايما بنشتغل على الجست، يجي لنا في السنه مرتين او ثلاثه، احنا عندنا جست كتير واحنا شغالين على ان احنا الجست ما يجيش مره ويمشي، لا يجينا مرتين ثلاثه يعني، ده يبقى في اقبال عندنا ان شاء الله. من ضمن الحاجات اللي بقت يمكن مستحدثه في الاوتيلات، ان الاوتيل طبعا طول عمري بيبقى فيه ممكن دكتور او فيه وحدات تمريض او فيه عيادات صغيره في الاوتيلات، لكن الجديد دلوقتي ان يبقى فيه دكتور بيطري او فيه دكتور علوم متخصص يكلمنا على الهيجين ويكلمنا على الحاجات اللي ممكن تكون مختلفه، ابتدينا نتعرف عليها بشكل جديد. احنا دلوقتي هنعمل مع دكتوره علوم وهي موجوده ومقيمه في الاوتيل لاي احتياجات تخص المطبخ وتخص كل ما يخص النظافه والهيجين و
وما يخص الطب في مجال العلوم. تعالوا نعرف منها تفاصيل اكتر، يمكن مش كتير مننا يعرف حكايه طب العلوم. تعالوا نشوف التفاصيل وايه بتفيد ازاي الاوتيل، او ايه الخدمات اللي بتقدر تقدمها للاوتيل. انا اسمي ايات الله حسين. اخترت المجال ده ان حبيت فكره ان منك بتشوف كل حاجه من اول ما تستلمها لحد ما بيطلع للزبون. دي اكتر حاجه، بتجمع معلومات عن كل حاجه. انا حبيت حاجه زي كده، حبيت فكره ان الواحد يتعمق في التخصص ده اكتر، ان هو بيبص على كل حاجه، بيتاكد ان كل حاجه ماشيه مظبوط، وكل حاجه من اول ما بتستلمها لحد ما تقدمها لحد ماشيه مظبوطه. طبيعه شغلي ان انت اول ما سواء خضار سواء فراخ لحمه اي حاجه بتيجي تخش الاوتيل، تيجي تبص عليها تتاكد انها سليمه 100%، بتبقى ماشيه على ستاندرد معين، وبعد كده بتاخدها بتسكنها في الثلاجات بتاعتها، في الفريزرات بتاعتها، وتتاكد ان هي ماشيه بدرجه الحراره المظبوطه بتاعتها، وبعد كده بتاخدها للكيتشن نفسه، بتتاكد ان الكيتشن كمان ماشي على الستاندردز المعينه بتاعه الهايجين، كله ماشي بالكار الكود بتاعه، كله ماشي بالجرافز بتاعه، كله ماشي بكل الحاجه المظبوطه، وبنقيس الاكل ونتاكد ان درجه حرارته مظبوطه، من الكوكينج بتاعه التمبريتشر بتاعتها هي الصح، من اول ال 63 وانت طالعه احنا بنتاكد لهم ان كل حاجه ماشيه مظبوطه، ان هي في تعقيم ماشي، وان احنا بنبص على كل حاجه وبتاكدوا ان الاطباق طالعه مظبوطه، الكوبايه طالعه مظبوطه، وان في فلتر شغاله، في جلاس ووشرز ديش ووشرز. كل انا ببقى قاعده كل يوم وسط الجست، بلف كل يوم 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء، في نص اليوم لو في سناك شغال كل الوجبات. في جست كتير قوي حابب فكره ان انا بتمشى حواليه بيطمن، وانس ان هو شايف ان انا بصيت على حاجه بيفرح قوي يروح يمسكها، اللي هو خلاص بصيت عليها وان انا ابروفد ان بصيت عليها بيروح يمسكها. طب انتي خريجه منين، شغاله ايه، جست مصري وجست اجنبي، وفي جست اجنبي كتير قوي اللي هو دكتوره، طب الله يعني خريجه ايه، ده انا جراح، ده انا بشتغل الحاجه الفلانيه. فالجست بيحب قوي انتراكت مع شغلانه زي كده، ان هو شايف بلطو، حد لابس بلطو وبيتحرك بيبتدي يعرف بقى طب انتي بتشتغلي ازاي، بتبصي على ايه. نفسي ان انا اكمل فيه واشوف اماكن تانية كتير وناس تانية وقابل ناس تانية كتير، وان شاء الله اترقى في مكان زي ده. الحاجات المميزة جدا في اي اوتيل انك طبعا، علشان انت عارفين في ناس بتسافر وبالذات الاوروبيين ممكن ميبقاش عايز يخرج بره الاوتيل خالص، بيقدر يعمل دايفنج سنوركلينج، بيقدر يعمل سفاري حتى لو طلع بيبقى برضه من خلال الاوتيل، او يعني بتبقى رحلات قصيرة جدا ده لو خرج اصلا. لكن في العادة بيبقى قاعد طول الرحلة في الاوتيل ومكتفي جدا، وده بسبب الانيميشن. فريق الانيميشن ده مهم قوي قوي وجوده في اي اوتيل، وفكرة التقليدية بقت بتزهق، يعني بيبقى كل يوم عايز حاجة جديدة، وعايز كل ما يجي تاني يشوف حاجات جديده. وده فريق الانيميشن او ده اللي بيفرق بقى فريق عن التاني في انه ايه الجديد، ايه المبتكر، وخاصه انه مش بس كمان انه بيعملوا افكار حلوه، لازم يتم اختيار الانيميشن بعنايه، لازم يختاروا الفريق بشكل يكون معاه لغات كويسه، يكون على طول وعلى وشه ابتسامه، يكون بيعرف يمتص غضب الجست لو حصلت مشكله، يكون بيعرف يتعامل وقت الازمات وقت المشاكل، يكون عنده سرعه بديهه، يكون كمان متعلم اسعافات اوليه وغيره. تعالوا نشوف الافكار اللي عند الانيميشن وبيعملوا ايه عشان الجست ينبسط. Here we go.
يمكن الغردقة من المدن الرائعة اللي على المستوى الدول الغربية مشهورة جدا جدا وبيحبوها جدا، من أشهر الدول، يعني دول كتير جدا بتحب الغردقة، بس يمكن أكتر جنسية بتيجي الغردقة الألمان، وده يمكن كبار السن كمان بالذات بيحبوا الغردقة جدا، لأنه أنتوا عارفين أغلب ألمانيا وأغلب القارة الأوروبية أصلا كبار سن، فأول ما بيطلعوا معايش بيبقى بيفضلوا يجي يقعد هنا شهر وشهرين في بعض الأحيان، وبيبقى حافظ الناس، بيعتبر الأوتيل بيته وبيقضي فيه وقت بيبقى سعيد جدا جدا. وعايزه اقول لكم انه تكلفه الشهر عليه وهو مقيم في الغردقه احسن بكتير من انه قاعد في بيتهم بيدفع غاز وكهرباء واكل هناك، يعني افوردبل او يعني امكانيات احسن او ارخص بكتير من انه يبقى قاعد في بيته وبياخد خدمات طبعا رهيبه جدا. علشان كده الغردقه مفضله عند الالمان، بعديهم على طول الاوكران، الروس والاوكران كانوا طبعا، واحنا عارفين كويس جدا ان هم كانوا برضو مقبلين جدا الغردقه، بيحبوا الغردقه لدرجه ان هم بيقيموا هناك وبيشتغلوا بيتعايشوا، ممكن بعد الحرب ما تخلص هيرجعوا تاني. طبعا الايطاليان بيحبوا، الانجليز بيحبوا جدا الغردقه، وعدد كبير كمان من الجنسيات. تعالوا نشوف مجموعه من الاجانب اللي موجودين في الغردقه رايهم فيها ايه، وهل اول مره يجوا ولا لا، وهل هيرجعوا تاني ولا لا. Hello, good afternoon. I would like to know what's your name? Angie. Angie, where you come from? England. England. All right, nice to meet you. Just we need to ask you something about what do you think about the hotel, about Egypt, if it's, this is your first time here in Egypt? It is, yeah. Yeah, it's lovely. Very nice. Yeah, the hotel's very, what's the word, beautiful, and the service is really good. What about, like, Egypt, like in general, what do you think when you came to Egypt? How you see it? How you can recommend it for you? I don't know. She's better at this stuff than I am. Yeah, no, it's lovely. It's very cultural. That's the word. Cultural, and all the hotels look really nice as you drive along from the airport. There's lots of fancy hotels. Thank you so much. What about you? Is this also your first time here in Egypt? What do you think about the hotel, the food, the service, the everything? Yeah, I think it's my first time. Like the fact that it's not a very long transfer from the airport. It's a beautiful beach here. Love all the entertainment team keeping us entertained every day. Love watching the kite surfing while I'm sunbathing. Food, great choice, different options, different places to eat, caters for everyone's requirements, and everyone just can't do anything more to help you. It's brilliant. Wish to see you again here in Egypt. Thank you. Thank you so much. Good afternoon. Hello. I would like to know what's your name, where you come from? Dejane from London. Right. Abdullah from London. Abdullah from London. Nice to meet you. All right, I just have a few questions. This is your first time here in Egypt? Yeah. It's your first time. And what do you think about Egypt, like in general? It's very nice here. It's very nice. Yeah. Did you went to some cities, like histories, like stuff like this? Did you know anything about it? No. Not we yet. Didn't, no. Would you want me to recommend for you some places to go? Like, I mean, you can go to Cairo or Luxor. You really will find a lot of stuff and a lot of histories, and you will find the nice people, the guides. They will tell you everything about the histories before, and I hope you can come back again in Egypt. What do you think about the hotel here? What do you think about the food, the staff, everything? I want to know from you everything about the hotel. The hotel's beautiful, very beautiful. Staff is very nice as well, very pleasant. Food is scrumptious. Yeah. Thank you so much. What about you? No, I definitely agree. Like, as soon as I came here, a lot of people were very welcoming. No, I'm from London, different country, but I almost felt like at home. Like,
Egypt was like at home. Like, it doesn't feel very different to London, the way that people welcome you. I didn't feel out of place, even though I'm from London. All right, thank you so much. Thank you for this good interview. I just want to know, this is your first time in Egypt? Yes, this is my first time in Egypt. And what do you think about Egypt? What do you think about everything? I mean, like, tell me about Egypt in general. You know, the most important things, I think that the hotels are, you are the perfect, the wonderful weather. We have summer. I'm from Poland, that we have zima, and the winter. Snowy, yes, it's winter. We came here and we have 20 hour degrees, and it's amazing, you know. Perfect. I want to ask you, did you visit any city in Egypt? I mean, like Luxor or Cairo or Aswan or somewhere in Egypt? Not yet. On Sunday we're going to Cairo, and will be first time. But we are first time in Egypt, but not last time. I am absolutely sure that we come back here next month, next year. Maybe couple years next, you know. Anyway, I hope to see you again in Egypt, but I have also one question. Did you try any Egyptian food? I mean, do you hear about soup? It's called molokhia. Do you hear about this? No, I'm not try because I am very, I like only chicken and rice, you know? And any different foods, I'm scared that to trust, to taste. Yeah, but I recommend for you the Egyptian food's really very tasty, and you have to try it because you will really like it. Egyptian food in the hotel? In the hotel is Egyptian food? Yes, of course we have every day. We have a lot of restaurants here. We have Italian, we have Egyptian restaurant and Italian restaurant, and the main restaurant you will have the Egyptian foods in the evening from 6 in the evening when the restaurant start the dinner. And I recommend for you to try the Egyptian food. I came for yesterday, and so I don't have time to look around and try and look everything what you have in hotel, and it's so big. All right. Anyway, thank you so much, and I wish you to have a good day, and thank you for this good interview. Thank you so much. My name is Karolina. I'm from Denmark, and I'm really happy to be in Egypt. I really like the place and the walkway. It's really good because there are so many shops and so much space, and that's good.